جارتي؟ عم قل لك ما في تقرب عليها لحتى اطمن. من شو بدك تطمن يوم؟ انت بس يهمني كم يوم وبعدين بتعرف. يعني كم يوم يومو؟ يعني شي 3 أيام مو أكتر. 3 أيام؟ 3 أيام تضلني عزابي يامو؟ لك يا أمي أنا ليش هيك عم أعمل؟ مو مشانك ومشان حياتك معه. يا يامو أنا حياة والمخلوقة أمها ارتحمت ماتت. خلاص يامو خلاص، بكرة الداية جاية لعندي رح خليها تفحصها. ورجعنا لنفس السيرة الداية الداية. عم قل لك ماني مطمنة لموتة حماتك يو. يا رب. أنت بهير؟ عم بستناك ابن عمي. روحي نامي لا تستنيني. تصبحي على خير. يا بي شو في يا بي؟ يا بي امي وينها؟ مشان الله تقلي امي وينها؟ يعني انا بعرف امك وينها وما بقول لك، بعرف امك وينها وبتلاقيني مهموم كل هاد. يا بي كنت بسيدك لا تخبي علي، بسيدك قلي. شو بدي خبي عليك يا بي؟ لو بعرف شيء كنت قلت لك يا الله يرضى عليك وتنبهك كل مرة، اصعب تجيب سيرة قدام حدا. الفضيحة بتصير كبيرة. مش أنا بقدر أقول شيء يا بي، وأنا اللي قتلته لفواز. لك لا تجيب سيرته عن سهرك، لا تجيب سيرته. يا بي إيش كان رجعت أمي شو بدي أساوي معها؟ أمك ما رح ترجع، وإذا رجعت رح ترجع على قفا، الله لا يوفقك. يا ريتني أعرف وينه، يا ريته فواز قال وينه. وينك؟ إذا حدا جاب سيرة فواز قدامك قلت له إجينا نعطينا مصاري وانقلع من الخلق طبعاً شفناه بنوبة. يا ربي سترك، يا ربي سترك. ويبنيك بقى مع عيونك على العمية الاتقال الله لا يوفي. طمني شو صار معي؟ الله يصلحك ويهديك. انت ظلمتيها كثير لهالبنت يا ام حاتم، ظلمتيها. البنت لساتها مثل ما جابتها امها، بنت بنت. اخ وانا هذا اللي بدي اياه. يعني هيك ارتحتي هلا؟ ارتحت هيك ها؟ يا مبهية الله يرضى عليكي، جيبي لنا المحلي خلينا نتحلى كلياتنا سوا. حاضر مرتاحة. تفضلي. شفتي قديش زعلانة منك مقهورة؟ إلي كلك فكرة نور، أنا بعرف كيف أروقها. مش لو بدك تروقيها بقى هاتي لشوف. طب خلي أبو حاتم يجيب لها أسوأ لها، وخلي حاتم يهب السيارة. لك الله يجبر بخاطرك. مزوقة طول عمرك مزوقة وكريمة كثير. مو أكرم منك يا محزمي، يخلي لي إياكي. بدك تطولي بالك تقبريني، ما بصير هيك يا. هيك الله رام، أخذ من بيناتنا خطف. أنت وخالتك هدى غسلتوا أمك؟ إيه أنا وخالتي مرت عمي. إيه الله يجزيكي الخير. الله يرحمها ويسامحها. دخليك أنت وخالتك هدى بتعرفوا تغسلوا الميت ولا غسلتوها هيك شلون ما كان؟ إيه خالتي هدى بتعرف تغسل. إيه خالتك هدى رمضان ما بتعرف تصومه، بدها تعرف تغسل ميتي؟ ما بعرف بس غسلتها هي. ايه غسلتها.
الله يرحمها. قومي قومي بنتي، قومي خلينا نعلق على الطبخة. حاضر مرت عمي، بس من بعد إذنك بدي مر شق على أبي شوف شو ناقصه. بتعلقي على الطبخة وبعدين بتشوفي أبوكي، بس ما بتطولي. لا مرت عمي ما بطول. يا بي وينها أمي؟ من شان الله تقلي. وعزة الله يا بنتي ما بعرف، وعزة الله ما بعرف. ولك كنت بعرف ما كنت سويت كل إشي هاد، بس أنا خفت عليك وأنا سمعت لما الفضيحة. لكن مين اللي كان بالتابوت؟ مين اللي كان بالتابوت يا بي؟ من شان الله تقلي. أبي جبت خروف وذبحته وقطعته وحطيته بالتابوت. وليش؟ مشان ما حدا يعرف يا بنتي، مشان كلياتنا. الله يرجع امي بخير وسلامه يا رب. لك رجعت ولا 60 عمرها ما ترجع. المهم اعرف وينها. يا بي بدي اقول لك انه حماتي مانا هينة بنوب، واليوم سالتني على تغسيل امي. شو بدي اقول لها؟ سارية بسارية وخليك عن كلامك. يا بي مرت عمي جابت الداية وفحصتني. شلون شلو؟ مثل ما عمل لك. الله لا يعطيهم العافية لعبلي. هي ما رح اسكتن عليها بنوب، والله رح حاسبهم حساب عسير. من شان الله يا بي لا تساوي شيء معهم، شنو ما بدنا القصة تكبر. لك شلون ما اساوي شيء؟ هن عم يتهموك بشرفك. يا الله يسلمك تقبريني. والله هي من قبل عرس بنتها وما لها حسنانه. يو يعني كانت ضعفانه؟ طيب ليش ما ناديتوا لي لحتى اشوفها؟ اي والله ايدي تربطت يا ام عزمي، ما عرفت شو بدي اساوي فيها. بدك الصراحه؟ يعني كنتوا عم تكذبوا علي؟ هاتي لشوفوا ليش شو هي الصراحه؟ يا لطيف شو خفت منها؟ يا علي يا عليها كان وشها اصفر وقابل كل بدنها. يا لطيف على هالشوفه. ومشان هيك نحنا ما خلينا لحدا يسلم عليها ولا يقرب عليها ولا يشوفها ولا يداويها. حاكم هذا المرض بيعدي بيعدي يا ام عزمي؟ اي لكن بيعدي هذا المرض، يخرب بيته الهواء الاصفر. تعرفي والله انا خايفه عليكي تكوني عادتي منها وانتي عم تغسليها تقومي تروحي فيها بعيد الشر عنك. يو تفهم من تمك ام عزمي، نحنا غسلناها هيك من بعيد لبعيد. ايه الله يرحمها. خليني روح على بيتي، انا عندي شغل. خاطرك بطولي بالك. خليكي قاعده عم نشرب الشاي لسه. بلاها بلاها مره ثانيه. هاتي خليني بوسك. لا لا يا شي تبوسيني انا مرضانه. خاطرك الله معي. الله لا يوفقك يا نزمي، الله لا يوفقك.